السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مع عادل. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو وأنتم في أحسن الأحوال. اليوم سنقدم لكم سيد الطعام في ليبيا، طبق شهي ولذيذ اسمه البازين، الذي سيحضره لنا صديق من ليبيا. تابعوا معي المراحل وشكرا جزيلا. قل لي، هذا سيد الاكل في ليبيا؟ سيد الاكل في ليبيا، نعم. موجود في كل بيت؟ نعم، عندما ياتيهم الضيف من باب الاكرام ولبيان الكرم انه يعمل له بزين. السلام عليكم، جمعتكم مباركه ان شاء الله، يوم مبارك وسعيد ان شاء الله. اليوم احنا هنا في المغرب مجموعه من الليبيين، معنا السيد عادل، كنسووا اكله ليبيه، الأكلة الليبية كنسموها البازين في ليبيا. هذه البازين في ليبيا دي سيد الطعام. إذا كان جو ضيوف كبار أول مرة يجوك للبيت تعملهم أكلة البازين. طبعا أكلة البازين تتكون من جوج حاجات. الحاجة الأولى هي المرقة نسووها، هي أول شيء نسووها. الحاجة الثانية اللي هي نسوو دقيق الطحين الشعير. الطحين الشعير كانوا يطبخوه في المية، وبعد من بعد يطيب نحط عليه المرقه وناكله. هذه المرقه طبعا تتكون من البصل ونحط معها اللحمه، ونحط معها شويه زيت، ونحط معها طماطم وفلفل، فلفل حار نعم، ونحط لها شويه ملح وشويه لوسه. الان نحط شويه لوسه، هذه يسموها لوسه، مش عارف لوسه الخرقوم هذه، ايه تسموها الخرقوم. ايوه احنا نسموها اللوسه في ليبيا، هي اللوسه سميتها. ايه هذه سميتها اللوسه في ليبيا. هذه نحطوا لها اللوسه ونحطوها طيب. نحطوها طيب، ايه طيب بزاف طيب، تولي زوينه طايبه. لحم غنم ولا لحم غنم؟ اكيد لحم غنم. وكنسووها احنا بالحوت، السمك يعني. ايه كنسووها بالسمك احنا في ليبيا، نسووها بلحم الغنم او لحم الابل او بالسمك. حتى الابل يعني. حتى الابل ممكن نسوي بها لحم الابل. فهي هذه طبعا المرقه نخلوها تطيب زيت، فيها البصل وفيها الطماطم فلفل حار وشوي زيت، معها اللحمه ونحطوها تطيب. ايوه ونحطوها تطيب زين زين زين، ونحطوها الطماطم كي نقلبوها زين. أول شيء نحطوه الزيت مع البصل، ومن بعد نحطوا عليها الطماطم واللحمة والفلفل الحار، ونحطوا عليها الكركم. أنت ما تقول الخرقوم. أيوة احنا نقول اللوسة والكركم في ليبيا. اللوسة أيوة. من بعد نحطوا عليها الطماطم المعلبة ونخلوها كي تطبخ. هذا سميت الطحين، هذا الطحين ياك؟ الطحين ديال الشعيرة. ديال الشعير. الطحين ديال الشعير. ندير الشعير هذه كنصفوا منها النخاله، نحيدوها تبقى طحينه صافيه، ونخلطوا معها شويه قمح. تبقى الطحينه صافيه يعني؟ اي يبقى الطحينه صافيه. هذا يتبع موجود يعني، النخاله سميتها تقريبا. اي النخاله، هذه اسمها النخاله. يعني تحيد من القشور ديال النخالة وتخلي على الطحينة وحده يعني. ايوا نخلي الطحينة وحده بوحده عشان تجي رطبة، ما تجيش عشان العجينة تجي رطبة، ما تجيش يابسة يعني. طبعا ملاحظة في الأكلة هذه عادة أنها شنو، لا تستعمل فيها الكواشي. توكل باليد هاد. يعني باليد. توكل باليد. ما تسمعش المعالق يعني. ما يسمعش بالمعالق. أحيانا يعني تخصص لها صينية أو إناء يكون مفصولا على أربعة، يكون واسع، يعني كل واحد يكون واسع يعني. طبيخته وحده حتى يخلط هذه المرقة. هذه المرقة ما زالوا طيب. قلب الصورة هكي لعند ال سيدة سيدي. مش بالضرورة. شحال كدير ديال الطحين يعني؟ قليل وصافي. قليل؟ بحال تلتين طحين الشعير، تلت طحين القمح، تلت طحين القمح. تزيد فيها الماء، ياك قليل من الماء وقليل من الزيت بسيط، وقليل من الملح بسيط.
نحط الدقيق في الماء والزيت والملح قليل شوية الملح ها. شحال نص الماء تقريبا ياك؟ نعم. تبقى تخلط يعني؟ لا ما نخلط لا. خليها كذا. الله ما نخلط. خليها. وضعنا البطاطا ياك سي. إيه. ها؟ إيه وضعنا البطاطا. وضعنا البطاطا كتخديرها كاملة هكا كاملة. إيه كاملة تبقى كاملة لا نقرضها. هكذا ساعة تقريبا ساعة. إيه يبي مازال نصف ساعة ثاني أو. على فكرة الصدفة الطيبة اليوم إن صفحة المغاربية هي. نزلت لكم صور البازين الليبي حتى يتعرف عليه الشعب المغاربي هي. فتحياتي وتحياتنا كالجالية الليبية الموجودة في ساحة المغرب هي. لكل مواطن مغربي فعلا بلد الأخلاق والقدر والاحترام والطيبة. هان متاع المرقة أيه. هذا ناخذ منه تاخذ منه شوية نعم وين بنزين تاعنا فادني يا مصيبة هي حط هون مزات الثاني ها خليه هناك من بلدات مع ال قصدي الكيلك ال الكيلك هي والله ما عاد تقدر تاكلها انت مخبوك في حاجة تخاطر على 100% هذه تمام ده ده مو طنجرة كبيرة تسحبها شوية حارة فلفل بزاف مزيان حرار فلفل فلفل حار بزاف راه تاكل حار ولا ناكل حار انا ما عندي مشكله اربع بيضات هذه تسمى عندنا حارة اربع دحيات اربع دحيات ارسل شو تسمونها اربع دحيات اربع بيضات شو تسمونها اربع بيضات احنا نسموها حاره والحارة معناتها اربعة معناتها كيف جيب الاكل راه شهي ياك شهي طيب وكل الكلمه الاخيره يا اخي والعصر يد هذه أكلة البازين بعد تحضيرها ونحن في مدينة سلا للمغرب الرباط العاصمة مرحبا بكم نعمل هنيئا مريئا لأهلنا في المغرب وللأستاذ عادل الذي استضافنا ألف مرحبا بك مع البطاطا والوحم عاش بتلحق على المرقة مرقة ما تمشيش وضايرتني مثل صب الطنجرة هجي يا اخي ما مخات هلبة مفروض في دهان يا راجل في وحم سمعتش كلامك انا هلبة عمرهم يزيدوها مية بتفسد يا راجل لما ترماها تطبخ ما يصير لها شيء يا راجل